اشتغلتي هواية ويا داليا نعيم. نعم. ومرت مؤخرا بأزمة كلش كبيرة. نعم. سمعنا انها تعرضت لمحاولة خطف. ايه. بسطر شو تقولين داليا؟ والله انا بصراحة انقهرت يعني. يعني هي داليا فقيرة يعني، وانت ملتقي بها اكثر من مرة، ترى فقيرة وحبابة. صحيح. والمسكينة ما تعرف راسها من رجليها يعني، وطيبة إلى أبعد حد، على نيتها والساعد من كنا بالمسرح المحتاج الفقير الكلام. شو تنصحيها؟ بعد شو انصحها؟ خطية هي أصلا ابتعدت يعني، وهي حريتها الشخصية يعني. سؤال درجة حرارته 32، شنو سبب توقفك عن استخدام السوشيال ميديا تماما؟ ها ليش تخليني أبين للناس أنا جاهلة وما أعرف؟ لا حشاش. شوف فترة كورونا كنا قاعدين، فانت بيش تملي فراغك؟ كنتي نشطة كلش على السناب. أي. بالذات السناب. اما الانستغرام، شوف الانستغرام انسرق مني الفيس، وهذا نصب احد المصريين. اي قال على اساس كانوا بنات وياي يعني، كانت من ضمنهم براء، وهاي هو قال رشحي لي بنات، عندنا فيلم انت عندك اربع بنات. فبراء وبنيه هسه صايره مثل الموديل، شو اسمها يا ربي، لطيفة، هي طويلة رشيقة هيك، صايرة تلبس بدلات وهيك يعني، نسيت اسمها. نبأ؟ لا مو نبأ. اشتغلت وياي مسلسل العادلين، حبيبتي عذريني يعني. عموما اي وبنية هم ما اعرف اسمها، بولاية بطيخ هيك شوية مليانة. ومو رفل. زين. وبراء أنا طبعا أخذت أسماءهم، أنا ما أعرف تلفوناتهم من وليدنا طاهر. نبيل طاهر. وقال لي وهاي وكذا، وطاني وشكوا بيها وعمل فيلم مصري أو مسلسل ما أعرف، أطلع أنا أمهم. بعدين اجتمعنا وكذا، حسيت إنه هو دجال. قلت له ليش صورتك بالغرفة مالت هذا بدأت تطلع؟ شغلات أنا تجذب انتباهي وأفهمها، بس أنا ما أفهم بالسوشيال ميديا. فأخذ حساباتكم يعني؟ حسابي بالذات. فديوم فتحت الانستغرام اشوف نفسي انا اسال وانا اجاوب، اسال انا وانا قاعده مدى اسال تليفوني، هاي من اللي يسال يعني. تهكر وبطلتي سوشيال ميديا؟ اي تهكر بطلت، لا راح مني حسابي. اشتغلنا ضربه الزاويه. فعلاء الله يعطيه الصحه والعافيه وليدنا علاء الانصاري قال لهم لازم تسوون 6 عام صفحه. سووا لي، فبديت من الصفر، واذا بي انا بتركيا انا صاعده 3018. بدأت تصعد ليش؟ برو تنشر لي. كلهم نشر لي. سهير تنشر لي. اي من تجوا لي وخلوا لي تعجبهم لقطة هم وينزلوها. صعد حسابي من 500 للآلاف وصل. زين. جيت هنا أنا دزمونا ما أقدر تنشر روحة، أقدر تعالي نشري لي. فكر أبواسك بالموضوع. زين.